السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الباحثين في المستوى الثاني دكتوراه مهنية. أهلا بكم، معكم الأستاذ الدكتور حسين مصلحي، أستاذ إدارة الأعمال والتسويق بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ. النهاردة هنتكلم في جزء مهم جداً، وهو الجزء اللي احنا اشتركنا فيه كلنا في عمليه ان احنا زي ما احنا واخدين اساينمنت وبنبدا نعرض هذا الاساينمنت على الجروب وكل واحد بيقول تعليق. فالنهارده هنتكلم على ازاي يتم بناء الاعمال الالكترونيه بكفاءه من خلال المفاهيم والحالات ومن خلال تعليقكم على دراسه هذا الفصل، وهنشوف كل واحد فيكم قال ايه. هنبدا بالاستاذ هيثم احمد محمد الوصيف، يقول لنا هو فهم ايه من الفصل دوت. اتفضل. الرحمن الرحيم. انا هيثم محمد الوصيف، بدرس في المستوى الثاني دكتوراه مهني دي بي اي. بخصوص يعني الخلاصه، اللي طلعت بيها من الفصل الثاني بتاع الترجمه اللي هو بناء كفاءه الاعمال الالكترونيه من خلال المفاهيم والحالات، تمام. يعني انا شايف ان الفصل ده اتكلم على كيفيه تطوير الاستراتيجيه، وشايف ان يعني اتكلم على قدرات او في حاجه اسمها القدرات الابداعيه والتحليليه. العنصرين دول واهميتهم في يعني ابعاد الابداع والقدره التحليليه، وقد كده هم مهمين في عمليه تطوير الاستراتيجيه. وشايف كمان ان الفصل هنا صنف انواع المديرين، كان في اربع انواع من المديرين: المبتدئ والمؤدي الفعال والبصيره ومحفز التغيير. وكذلك يعني اهتم الفصل ده أو يعني سلط الضوء على أهمية دراسات الحالة، إن هي يعني بتكون مصدر لتطوير استراتيجية خلاقة، كويس. وكمان الفصل ده اتكلم في أطر صياغة الاستراتيجية وإيه المتطلبات الأساسية اللي بتحتاجها الأطر دي عشان نصوغ استراتيجية مظبوط. يعني متهيألي كمان في آخر الفصل كان هو اتكلم على الطريقتين المهمين أو الطريقتين التحليليتين اللي بقيم بيهم الاستراتيجيات. طبعا أول حاجة أهمية إن العينة تبقى كبيرة، يعني توسيع نطاق التحليل لضمان مراعاة كل عنصر مهم بدقة. وتاني حاجة يعني توسيع عمق التحليل، ان برضو ما يبقاش حاجة سطحية، ان التحليل نفسه يكون عميق عشان اتأكد ان اهم القضايا بتاعة المشكلة اللي انا بحللها كانت فعلا انا قيمتها، يعني ان اتأكد ان اهم القضايا للمشكلة كانت قيد التقييم فعلا وقد قيمت بدقة. ده باختصار انا يعني الخطوط العريضة اللي انا طلعت بيها من الفصل الثاني اللي هو بناء كفاءة الأعمال الإلكترونية من خلال المفاهيم والحالات. شكرا. شكرا 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 يا أستاذ هيثم، شكرا جزيلا. نسمع برضو حد تاني من زمايلنا الباحثين اللي معانا في الدكتوراه المهني، أستاذ مصطفى رسلان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى محمود رسلان، هتكلم هقول تعليقي على الفصل الثاني بناء كفاءة الأعمال الإلكترونية من خلال المفاهيم والحالات. الفصل بدأ بيتكلم عن دور الإبداع والقدرة التحليلية وإزاي بيكونوا محفز للتغيير وكيفية مساهمة القدرات الإبداعية والتحليلية في عملية تطوير الاستراتيجية. وتناول الفصل بعد كده تعريف الإبداع لهم القدرة على تطوير أفكار جديدة ودور الإبداع في حل المشاكل. تمام. تعريف المشكلة
بشكل صحيح يعتبر نصف حل المشكلة، وكيفية التغلب على حواجز الإبداع، وكيفية وضع النهج للإبداع من خلال تفكيك العلاقات بين أجزاء المشكلة، ثم إعادة فحص هذه القطع بشكل فردي، وأخيرا إعادة ترتيبها لتشكل علاقات جديدة بشكل صحيح بحيث تتلافى المشكلة. انتقل الفصل بعد كده لعرض الخطوات الأساسية لتطوير قدرات التفكير الإبداعي. اتكلم عن القدرة التحليلية اللي هي المهارات اللازمة لدمج المعرفة التي يمتلكها المرء في ظل في كل متماسك. اتكلم عن أنواع المديرين، الأربع أنواع: المبتدئ والحالم والمؤدي الفعال ومحفز التغيير. والفصل تناول في النهاية كيف يمكن أو كيفية إن يعني دور دراسة الحالة إن تكون مصدر إلهام لتطوير الاستراتيجية. شكرا. شكرا جدا أستاذة أمل، اتفضلي. صبري محمد عبد الله، أنا بتكلم في التعليق على الفصل الثاني اللي هو بعنوان كفاءة العمل الإلكترونية من خلال المفاهيم والحالات. بقول إن من مقومات كفاءة الأعمال الإلكترونية القدرة على الإبداع والقدرة على التحليل وإنتهاج نمط قيادي يتناسب مع الظروف التي لا نقول الأمثل، ولكن النمط الأنسب القادر على تحليل العوامل الداخلية والخارجية لتحديد الأهداف في الاستراتيجية الملائمة. وأسوق أبرز مثل في الساحة العالمية والواقعية وهو مقاومة فيروس كورونا المستجد، وما هي الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها من قبل المديرين في كل في مجاله. فهناك منظمات تكرس نشاطها في هذه الظروف وأخرى تقلصه، وما مدى أهمية التكنولوجيا المتبعة في هذا السياق؟ فمثلا من منظومة الدفع الإلكتروني والتحصيل الإلكتروني، وكذلك اتباع منهج التعليم عن بعد في الجامعات وعقد اللجان والجلسات عن طريق الفيديو كونفرنس لاتخاذ القرارات اللازمة، وبالتالي نستخلص أهمية تدريب القادة والعاملين على كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. وقد حزت في هذا السياق جامعة كفر الشيخ السبق في انتهاك في افتتاح كلية الذكاء الاصطناعي، فهي بذلك قد حازت على السبق في المبادئة والجرأة في اتخاذ القرارات اللازمة مع تحليل الجيد للعوامل المحيطة، سواء كانت عوامل خارجية أو داخلية. ومنها تتحدد الاستراتيجية الواجب اتباعها. فمثلا احنا في الظروف اللي احنا فيها دي بنجد في أولويات قدمت فيها الاستراتيجية التشغيلية التي بتنتهكها الدولة في خلال كل 15 يوم زي ما احنا شايفين، وبيسهل هذه القرارات واتخاذها وتنفيذها اتباع الأعمال أو الإدارة الإلكترونية من خلال التكنولوجيا. وشكرا جزيلا. شكرا شكرا أستاذ أمل، ويعني التعليق بتاعها ربط الكلام اللي موجود في الفصل بالواقع اللي احنا بنعيشه دلوقتي، وازاي ان المشاكل لما بتتحل مفروض ان هي تتحل بطريقة إبداعية، وازاي القيادة لازم تكون عندها فكر إبداعي علشان تخرج من المواضيع المعينة. ايضا احنا في الأزمة يمكن بتاعت كورونا بدأنا نستخدم الأعمال الإلكترونية بشكل متوسع. النهاردة بيؤدى معظم الأعمال احنا بنأديها واحنا في البيت، وبالتالي هذه الأعمال هتتعامل ازاي الا عن طريق ان احنا نستخدم تكنولوجيا المعلومات. اشكرك جدا. شكرا جدا استاذ ابراهيم، اتفضل. ابراهيم عبد السلام بلال، شاطر. السلام بلال، شاطر. 2 بناء كفاءة العمل الالكترونية من خلال المفاهيم والحالات. هنتكلم عن كيفية مساعدة القدرات الابداعية والتحليلية في عملية تطوير الاستراتيجية، حيث ان المدير الناجح هو لازم
الاقتصادي يتوصل الى افكار استراتيجيه مبتكره بالاضافه الى القدره التحليليه. هنتكلم عن الابداع وهو القدره على تطوير افكار جديده نتيجه تجارب سابقه وانماط وتفكير وتخصصات مختلفه استفادوا منها من التجارب السابقه. كيفيه تحسين الابداع حتى نتمكن من تطوير الافكار المبتكره. نحسن الابداع من طريق ثلاث حاجات: واحد، تفكيك الارقام والمشاكل، اثنين، اعاده فحص المشكلات واعاده ترتيبها، ثلاثه، اعاده ترتيب لايجاد الحل. عندنا كمان حواجز الابداع، في مشاكل ومعوقات تقف قدام الابداع، من ضمنها الخوف من الفشل، تجارب سابقه، افتراضات معينة، ملازمة الإجابة الصحيحة. هنتكلم عن القدرة التحليلية، هي عبارة عن المهارات اللازمة لدمج المعرفة التي يمتلكها المدير. وفهم القدرة التحليلية بتساعد على حل المشاكل وإدارته للمنظمة. وهنا قسمنا المدير إلى أربع مديرين. أول حاجة المدير المبتدئ، اثنين المؤدي الفعال، ثلاثة البصيرة، أربعة محافظ التغير. تاني نقطة هنتكلم عن الأعمال الإلكترونية من خلال الحالة، وهي كانت مصدر تطوير الاستراتيجية وفهم أعمق للاستراتيجية، من خلال تقديم نظرة عامة واسعة على القضايا والتحديات الحرجة التي تواجهها المنظمة عند تطوير الاستراتيجية. اثنين توفير مواقف واقعية لتطبيق الأطر والمفاهيم لعمل استراتيجية الأعمال الإلكترونية. آخر جزء هنتكلم عليه اللي هو التعرف على الأعمال الإلكترونية من خلال المفاهيم والأطر، وده بيتم عن طريقتين. أول حاجة تجارب سابقة للمديرين، اثنين تحليل المشكلة بطريقة منتظمة للتوصل إلى الحل. شكرا يا أستاذ إبراهيم. شكرا استاذ خالد، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خالد عبد الله سليمان، دكتوراه مهنيه المستوى الثاني. بكلم حضراتكم عن نبذه صغيره سريعا كده عن الفصل الثاني. وزي حضراتكم انتم عارفين ان الفصل بعنوان بناء كفاءه الاعمال الالكترونيه من خلال المفاهيم والحالات. الفصل بيركز على اهميه الابداع والقدره التحليليه عند المدير. أهمية الإبداع والقدرة التحليلية طبعا في تطوير ووضع استراتيجية الأعمال التجارية الإلكترونية، وده بيكون عن طريق تجميع عدد كبير جدا من الخبرات والمعارف من مصادر مختلفة ومواقف مختلفة، والرغبة في إنتاج أفكار مختلفة ومفيدة في وضع استراتيجيات الأعمال، أو مثلا إنتاج أفكار غير متوقعة وأفكار غير تقليدية. كمان في الفصل ده بنتكلم عن الصفات المحددة لمحفز التغيير وأنواع المديرين، طبعاً طبقاً لأصنف المديرين يعني طبقاً للقدرة على الإبداع ومهارته في القدرة التحليلية. وذكر أن في أربع أنواع للمديرين، بداية من المبتدئ حتى محفز التغيير. المبتدئ طبعاً بيكون مستوى منخفض من الإبداع والقدرة التحليلية، على العكس طبعا محفز التغيير بيكون عنده مستويات عالية جدا من الإبداع والقدرة التحليلية. ومحفز التغيير ده بيرى أن صياغة ووضع الاستراتيجيات يجب أن يكون في خلق للقيمة وميزة تنافسية. أيضا الفصل كان بيتكلم عن دراسة الحالة وأهمية دراسة الحالة، لأن لها أهمية كبيرة جدا، بتكون محفز لاستراتيجيات الأعمال الإلكترونية الإبداعية. وأيضا دراسة الحالة بتزيد من الخبرات وبتمنح فهم أعمق للقضايا والمشكلات. أشكركم جميعا لحسن الاستماع. شكرا جدا، وأتوقع نكتفي بهذا القدر النهاردة، وبإذن الله نكمل في المحاضرة القادمة. السلام عليكم.